بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. من ماتشين كنت بتكلم عن باريس سان جيرمان في غياب ميسي او غياب نيمار او غياب امبابي بيأدي اداء كويس كشكل جماعي. النهارده في غياب ميسي كنت منتظر ان باريس سان جيرمان يعمل حاجه مع ليزبيك. مفترض ان الماتش في المانيا مش صعب على ان باريس سان جيرمان يطلع كسبان، بس مع الاسف الشديد باريس سان جيرمان بدا المباراه بطريقه سيئه جدا. بدا اول 10 دقائق لابس جول في الدقيقه 8 ومحسوب عليه ضربه جزاء في الدقيقه 10 لولا التصدي بتاع دوناروما للكره بتاعت سيلفا اللي هو اندري سيلفا. ضربه الجزاء لعبها اندري سيلفا صدها دوناروما. لولا ضربه الجزاء دي اللي دوناروما رجع الفرقه للمباراه كان الموضوع ممكن يتغير خالص، وكنا نلاقي باريس سان جيرمان طالع النهارده لابس 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 يعني انا طلعت خسران 3-4، لان انت اول 10 دقايق تلبس جونين الوضع بالنسبه لك هيكون صعب. ليه بقى؟ لان باريس سان جيرمان زي ما بنتكلم في كل فيديو هو فرقه ما عندوش باتنين جنيه جماعيه، هو فرقه كلها معتمده على الفرديات. حتى الفرديات والانطلاقات اللي بتاع اشرف حكيمي لو بيكون موجود ناحيه اليمين انت محجم الدور، يعني انت محجم الدور خالص، اللي هو احنا بنلعب قدام ليزبيك، الموضوع مش مستاهل ندي ادوار هجوميه شويه، لا احنا نقعد ندافع شويه عشان خاطر هو نونو ومنديز هيقعدوا يدافعوا على الاطراف، وهنخلي هنا انخل دي ماريا طاير قدام حكيمي، وهنا نيمار، وهنا مبابي، وهنولعها. اللي هو في مشكلة، يعني في مشكلة في الفرق، في مشكلة في جمعية الأداء، في مشكلة في نص الملعب اللي فيه دانييلو بريرا وإدريسا جاي، في مشكلة إن فينالدوم حتى هو في أسوأ حالاته طالع منه في زماتش، اللي هو إزاي فينالدوم جايب جون أساسا هو متزحلق قبل ما يروح يسجل، يعني فينالدوم متزحلق قبل ما يروح ما ياخد التمريرة ويسجلها وهو المرمى خالي، بس هو مشيت والراجل سجل هدف التعادل، والراجل في نهايه الشوط الاول راح مسجل لك الهدف الثاني. نخش بقى الشوط الثاني ندوس على وشهم ونجيب الهدف الثالث والرابع ونخلص المباراه على كده، لا احنا نلعب حاجه كده شويه حنكشه، ماتش ممل شويه، نلعب شويه رتابه شويه، نقعد كلنا نقعد نقول هو باريس سان جيرمان هيسجل الثالث ولا باريس سان جيرمان هيلبس دلوقتي؟ دوناروما عمال يطلع، دوناروما طلع واحد من نجوم المباراه النهارده. لو انت بتلعب ليزبيك مفترض تخلص الماتش بدري بدري، لا انت بسم الله ما شاء الله طلع حالتك من 60 نيله في عز كده، انت مغير ثلاث تغييرات اللي هو مفترض مطلع مبابي ومطلع انخيل دي ماريا ومطلع فينالدو. الكلام ده كله طبعا قبل ما يلبس الهدف، بس هو راح مطلع في الاخر كيليان مبابي في الدقيقه 90 ونزل مكان كاردي واندر هيريرا في الدقيقه 85 وجوليان دراكستر في الدقيقه 85. اللي هو حرفيا بوتشيتينو غير ثلاث تغييرات في وقت واحد، بس سبحان الله يا اخي، يعني هو لبس الجون في الدقيقه 92 اللي هو انت مش غيرت وقررت ان انت تنزل تعمل حاجه كده اقرب لجيم دفاع عشان خاطر تحافظ على النتيجه، اه ربنا كرمك. ليه بقى؟ مشاكل كتير موجوده جوه الفريق. انا زي ما قلت لك في الاول وفي الاخر مش مصدق فكره ان ميسي مصاب خالص، دي مش بلاعها من هنا لحد الكاميرا هنا نص متر، مش بلاعها ومش مصدقها ومش مقبول ان كل ميسي ما يكون بيقدم مستوى سيء تطلع تقول عليه ان هو مصاب وانا هعاقبه ان انا مش هلعبه في دوري الابطال اللي هو جاي عشانه. ده مش هيديك حاجه ايجابيه، لا ده هيديك حاجه سلبيه، ان انت الفرقه بدات تضيع منك، حتى الماتشات البسيطه اللي مفترض ان انت تخلصها مش عارف تخلصها عشان خاطر عندك جمعيه اداء ضايعه، عندك غرف ملابس مشتته، مش مقتنع بمدير فني كبير ان هو مفترض يدوس عليهم زي بوتشينو. بوتشينو مش مدير فني كبير فهم مش مقتنعين بيك، فاعتقد ان بوتشينو ايامه بدات تبقى معدوده جدا مع باريس سان جيرمان، رغم ان باريس سان جيرمان مركز اول في الدوري الفرنسي، بس اعتقد ان بوتشيتينو الاطاحه بيه قريبه جدا. ولو انت عجبك الفيديو ومستني معانا الاطاحه بوتشيتينو بقى ممكن تعمل لايك او سبسكرايب. لو انت مقتنع ان بوتشيتينو هيقدر يعمل ريمونتادا وهيقدر يقنع نجوم باريس سان جيرمان ان هو مدير فني قوي يقدم معاه كوره جميله، والله قول لي رايك في الكومنتات. لو انت مش مهتم فاعمل لايك او سبسكرايب لو وصلك الفيديو وكملت معايا لحد هنا، وفي الحالتين شكرا لك على المشاهده، ده لو وصلت برضه لحد هنا.